لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال كتاب الصلاة: الصلوات المكتوبات خمس. لحديث طلحة بن عبيد الله أن عربيا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع شيئا. متفق عليه، وهذا هو الصحيح، والله تعالى أعلى وأعلم، أن الواجب خمس صلوات، لأن في روايات فيها خمس صلوات في كل يوم وليلة، في كل يوم وليلة، وهذا دليل على عدم وجوب صلاة العيد أو الكسوف أو الاستسقاء، والله تعالى أعلى وأعلم. كل يوم، فلو قلنا أن صلاة العيد واجبة لصار يوم العيد فيه ست صلوات. قال: تجب على كل مسلم، تجب على كل مسلم، هذا واحد، مكلف، اثنين، غير الحائض والنفساء. تجب على كل مسلم، فلا تجب على الكافر كما أخذنا قبل ذلك. هذا يسمى وجوب أداء، يعني لا نأمره بالصلاة وإن كان يعذب عليها في الآخرة، كما قال الله سبحانه: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فهذا أول سبب يعذبون عليه بالإضافة إلى الكفر. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فهم يعذبون على الكفر وعلى غيره من المعاصي، كما قال الله سبحانه وتعالى: قالوا: لم نكن من المصلين، يعذبوا على هذا، ولم نكن نطعم المسكين، يعذبون أيضا على هذا، وكنا نخوض مع الخائضين، يعذبون أيضا على هذا، وكنا نكذب بيوم الدين، وهذا هو الكفر. فصار يعذبون على الكفر وغيره من الذنوب. قال: تجب على كل مسلم مكلف، أي بالغ عاقل، فلا تجب على الصبي غير البالغ وإن كانت تصح منه، ولا تجب على المجنون. قال: لأنه قد أسلم كثير في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وبعده، ولم يؤمروا بالقضاء، إذن لا يتجب عليهم وجوب أداء. قال: ولا حديث رفع القلم عن ثلاثة، إذا دخل فيه الصغير والمجنون. قال: غير الحائض والنفساء، لما تقدم. طبعا الحديث واضح، حديث معاذة لما سألت أمنا عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ يبقى الصلاة لا تجب عليها ولا تصح منها. قال: وتصح من المميز، وهو من بلغ سبعا والثواب له، لقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه. ولكن ده دليل واسع شوية، ولكن في الحقيقة الدليل على صحة الصلاة من المميز أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يؤمر الأبناء بالصلاة لسبع، فأمرهم بالصلاة دليل على صحتها منه. قال: ويلزم وليه أمره بها لسبع، أي هجرية، الله المستعان، وضربه على تركها لعشر. وغالبا لو أنه أمر أبناءه بالسبع، إن شاء الله في العشر لن يتركه. فتخيل أنه يأمره بها لسبع في كل يوم خمس مرات، وبرفق ولين، ويحببه سبع، ثمانية، تسعة، في العشر سيكون هذا قد صار جزء من حياة الطفل، أو يعني الغلام في الغالب. قال: يلزم وليه أمره بها، سواء كان الولي أبا، يعني سواء كان الولي هو الأب، أو مات الأب مثلا فكان الولي الجد أو الأخ أو العم، كل هؤلاء مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى أن يأمروا الصغير. وليس الأمر في التربية مجرد الإطعام والإتيان بالثياب والكسوة، فهذا يعني الطعام والشراب يعطاه البهائم، فلو أن إنسانا يربي في بيته حيوانا لوجب عليه أن يطعمه. فيعني هذه أمانة في عنق كل ولي، أن يأمر يعني من ولاه الله عليه بالصلاة، والله المستعان. نحن نرى كثيرين من الشباب والفتيات لا يصلون، ولعل من أكثر وأعظم الأسباب كانت
يعني غياب البيت الذي يعني يرعى الهدي النبوي في التنشئة، لا يوجد ولي ولا أم ترعى ذلك. قال: يلزم وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشرين. بعض الفقهاء قال: بهذا دليل الوجوب. لا، ليس معنى الضرب أنه واجب، ولكن هذا ضرب تأديب. قال: لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يبقى لا وجوب إلا بالبلوغ. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أحمد وأبو داود. ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، مكذب لله ورسوله ولإجماع الأمة. صاحب المتن الشيخ مرعي عليه رحمة الله يعني ابتعد تماما عن مسائل الخلاف، فقال: من تركها جحودا، وهذا لا خلاف في كفر الجاحد الذي يقول إن الصلاة ليست فرضا، أو الذي يقول إن الصلاة ليست من الدين، فهذا يكذب القرآن والسنة ويكذب إجماع المسلمين. وكذلك مثل الجاحد الآبي، والآبي الذي يقول: لا يلزمنا هذا، وكلام الله لا يمشي علينا والعياذ بالله، كما يقول بعضهم: فليقل الله ما شاء، نعوذ بالله. فهذا الآبي الذي فعله كفعل إبليس تماما، كفعل إبليس تماما، الذي قال: لم أكن لأسجد، يعني هذا لا يلزمني ولا يمشي علي. ووصف الله فعله بالإباء، فقال عز وجل: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، والعياذ بالله. والحمد لله أن عامة الأمة ليسوا كذلك، بل أكثرهم انحرافا وفسقا ويعني فجورا، ومثلا من يبيعون المخدرات أو هذه الأشياء. ما سمعنا أحد إذا قيل له صلي يقول: لا لا تلزمني، بل يقول: والله أود، وكم كنت أريد أن أكون مثلكم، ولكن البيئة والأصدقاء وأبي قصر وأمي تركتني إلى غير ذلك، وادعو الله لي أيها الشيخ. فإذا هؤلاء هم المتكاسلون، وهؤلاء تاركوا الصلاة عمدا. لأن بعض الإخوة إذا قلنا له: ما حكم تارك الصلاة؟ قال: إذا تركها عمدا فهو كافر بالإجماع، وهذا خطأ فاحش، فهو ظن أن كلمة عمدا تساوي كلمة جحدا. عمدا معناه أنه ليس ناسيا، ليس نائما، يعني لأنه الناسي والنائم تركها بإيه؟ بعذر، عن غير عمد. فإذا قلنا تركها عمد يعني هو مستيقظ متذكر، ولكنه متكاسل، ادعو الله لي إن شاء الله لا غير ذلك. هذا الذي فيه الخلاف، المتكاسل الذي تركها تعمدا عامدا. هل يكفر أو لا يكفر؟ مشهور مذهب جمهور الفقهاء مالك الشافعي وأبي حنيفة أنه لا يكفر، ومذهب أحمد على كفره، ولكن بقيد أنه إذا دعاه الإمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الصلاة الثانية عن هذه الصلاة، يعني صلي صلي مثلا العصر، صلي صلي آخر حتى أوشك الإيه، أو مثلا الظهر خلاص حتى لم يبقى وقت إلا للإيه، يعني لا يكفي. المهم يبقى أصر وضاق وقت الثانية عنها واستتبناه ثلاثة أيام، إذن هنا يقتل بعد هذه الإيه، ولكنه لا يكفر إلا إذا أصر وضاق وقت الثانية عنها بعد دعوة الإمام. ولو طبقنا هذا في عصرنا فحتى على مذهب الحنابلة لن يكونوا هؤلاء كفارا، لأن أحدا لا يدعوهم. وبعض أهل العلم، وهذا ندرة، واختار قول الأجري كالشيخ العثيمين رحمه الله أنه يكفر ولا أثر لدعوة الإمام، ولا أثر، ها؟ يعني يكفر وإن لم يدعوه الإيه؟ الإمام. عموما قول القافلة الكبيرة من العلماء على عدم التكفير، وللأسف الشديد كثير من
ممن يدرسون، أو كثير ممن يعني من أبناء المنهج السلفي يظنون أن تارك الصلاة كافر بإجماع، ويرون أن هذا ليس محل خلاف، ويقولون مثلا شيخ الإسلام، يعني يظنون هذا أن شيخ الإسلام يكفر تارك الصلاة قولا واحدا، وإجماع السلف وعلى تكفير، أو إجماع الصحابة على تكفير تارك الصلاة. أقول يعني ليس في المسألة إجماع، بل شيخ الإسلام نفسه رحمه الله لا يكفر تارك الصلاة، له عبارات مطلقة بأنه لا يمكن أن يصر على تركها حتى يموت، و و و و وهذا في الحقيقة مبناه عنده، يعني ما أطلقه في مواطن، مبناه عنده كما قيده في الأخرى على أنه يصر ويظل يترك حتى يعرض على السيف. ونحن فعلا نرى أن من يقدم القتل على الصلاة لا يؤمن بالصلاة كما ذكر شيخ الإسلام، ولكن أريد أن أبين أن شيخ الإسلام له فتاوى، أو له فتوى يصرح فيها تماما بعدم التكفير بمنتهى الصراحة، واضح؟ وهي فتوى سأقرأ بعضها عليكم، ولأدفع هذا الوهم الذي يتوهمه البعض من الاتفاق على تكفير ترك الصلاة وهذه الأشياء. فشيخ الإسلام كان هناك سؤال كبير لرجل تزوج امرأة لا تصلي، ويسأل شيخ الإسلام ماذا يصنع معها لو طلقها فصداقها كبير، فماذا يصنع؟ فنسمع ماذا قال شيخ الإسلام، يعني ننقل، طبعا هي فتوى ليست طويلة جدا ولكن ننقل يعني معظمها إن شاء الله. قال: إذا علم الرجل أن المخطوبة لا تصلي، هذا كتاب جامع المسائل لشيخ الإسلام لفضيلة الشيخ عزير الشمس، مات قريبا عليه رحمة الله. قال: إذا علم الرجل أن المخطوبة لا تصلي كان تزوجه أشر مما إذا علم أنها قحبة أو سارقة أو شاربة خمر، فإن تارك الصلاة شر من السارق والزاني باتفاق العلماء، إذ تارك الصلاة سواء كان رجلا أو امرأة يجب قتله عند جمهور العلماء. طبعا هو يعني هيبين ده شديد أو فيه شدة عن الفساق، ولكن سيبين أنه لن يصل للكفر بعد قليل. قال يقول: يجب قتله عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد، والسارق لا يجب قتله، ولا يجب قتل الزانية التي لم تحصن باتفاق العلماء، وإن كانت بكرا بالغا عند أبويها وهي لا تصلي كانت شرا من أن تكون قد زنت عندهم أو سرقت. وإذا كان الناس كلهم ينكرون أن يتزوج الرجل بسارقة أو زانية أو شاربة خمر ونحو ذلك، فيجب أن يكون إنكارهم لتزوج من لا تصلي أعظم وأعظم باتفاق الأئمة، فإن التي لا تصلي شر من الزانية والسارقة وشاربة الخمر. وليس لقائل أن يقول: فالمسلم يجوز له أن يتزوج اليهودية والنصرانية، فكيف بهذه؟ يعني النية إيه؟ مسلمة، تفهمين ولا لا؟ لأن اليهودية والنصرانية تقر على دينها، يعني هو مش إيه هتدفع يعني في عهد إما جزية أو غيره، وهي تقر على إيه؟ على دينه، فلا تقتل ولا تضرب. وأما تارك الصلاة، نسمع بقى من هنا كويس، وأما تارك الصلاة والسارق والشارب والزاني فلا يقر على ذلك، بل يعاقب إما بالقتل وإما بالقطع وإما بالجلد، وإن كان عقابه في الآخرة أخف من عقاب الكافر. تمام كده ولا لا؟ يبقى باين انه في شدة، بس في النهاية مش كافر.
قال لكن لا يجوز لغيره أن يقره على فسقه. يعني فعش تسيبها إيه؟ يعني لا يصح ولا يجوز لك أن تتركها لا إيه؟ لا تصلي. المهم يعني تقر على ذلك ولا تأمر. المهم قال فمن أقر فاسقا على فسقه ولم ينكر عليه كان عاصيا آثما، ومن أقر ذميا على دينه لم يكن آثما ولا عاصيا. المهم في النهاية بيقول هنا وأما انفساخ النكاح بمجرد الترك فلا يحكم بذلك. طب معايا ولا لا؟ قال في النهاية بيقول لكن إذا دعيت إلى الصلاة وامتنعت، اللي هو كلام من بقى؟ الحنابل. انفسخ نكاحها في أحد قولي العلماء. يعني كمان إيه ها؟ بدأ هنا يوسع أو فين؟ في ذكر الخلاف حتى في الصورة الإيه؟ الضيقة دي. وفي الآخر لا ينفسخ، لكن على الرجل أن يقوم بما يجب عليه، وليس كل من يجب عليه أن يطلق ينفسخ نكاحها بلا فعله، بل يقال له، ده خلاصة الفتوى، تخيلوا، مرها بالصلاة وإلا فارقها، فإن كان عاجزا عن ذلك لثقل صداقها كان مسيئا بتزوجه من لا تصلي على هذا الوجه، فيتوب إلى الله من ذلك وينوي أنه إذا قدر على أكثر من ذلك فعله، والله أعلم. طبعا لو كانت مرتدة كان يبقى النكاح كده لوحده إيه؟ كان يكون النكاح وحده قد إيه؟ انفسخ إذا انقضت العدة، بل كان سيقول له لو هي مرتدة ليس لك أن تقربها. معايا ولا لا؟ فهذه فتوى صريحة واضحة جدا في عدم تكفيره لإيه؟ لتارك الصلاة. وإن كان هو في بداية حياته في عمدة الفقه مال إن هو لا يكفر إلا إذا يعني في الظاهر إذا دعي، ولا وفي الباطن إذا عزم بقلبه على ألا يصلي ولا يقضي، فأرجع الأمر إيه؟ ها؟ باطني. لكن الفتوى دي طبعا واضح إن هي بعد أن صار شيخ الإسلام وتأتيه الأسئلة ويجيب والفتاوى، فواضح ان هي فين. طبعا اللي ينظر لشرح العمدة يوقن ان ده كان فين في بداية حياته، يعني لا يكاد يخرج عن المذهب. يعني سبحان الله تقرأ وكأنك لا تقرأ لشيخ الإسلام، واضح. فلذلك يعني في سبحان الله الإنسان بيمر بإيه؟ بمراحل. فاللي يقرأ هنا لا، بعد ما شهرته إيه زعم. طبعا بعض الناس يقولوا كيف وقد قال إسحاق أن تارك الصلاة كافر بإجماع، وقال كده فعلا إسحاق. مال إزاي؟ تعال نقول ابن تيمية بيقول إيه بقى، هداكم الله. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الجزء السابع، قال وقال إسحاق من ترك الصلاة متعمدا حتى ذهب وقت الظهر إلى المغرب والمغرب إلى نصف الليل فإنه كافر بالله العظيم، يستتاب 3 أيام، فإن لم يرجع مصر ما يصليش يعني، فإن لم يرجع وقال تركها لا يكون كفرا، ده راجل رهيب فظيع، يستغل خلاف العلماء كي لا إيه؟ كي لا يصلي، قال تركها ليس كفرا، وقال تركها لا يكون كفرا، ماشي، ضربت عنقه، يعني تاركها وقال ذلك. يقول إسحاق وأما إذا صلى وقال ذلك، ما هو ذلك؟ تركها ليس كفرا. قال إسحاق فهذه مسألة اجتهاد، مسألة دي اجتهاد. قال طب ازاي إسحاق بيحكي الإجماع؟ لعل الإجماع ده نقلوا عنه مين؟ الإجماع ده نقل عنه محمد بن نصر في كتاب تعظيم قدر الصلاة. الإجماع ده سيشرعه محمد بن نصر الآن. يقول محمد بن نصر وإن كانت العلماء مختلفة في الإكفار بتركها فإنهم مجمعون على الرواية بإكفار من تركها. يعني هم بيقولوا، هو بيقول دلوقتي متفقون على شيء، مختلفون في إيه؟ مختلفة في الإكفار، يعني مختلفة في التكفير، ولكنهم متفقون على الرواية، يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تركها فقد إيه؟ وحد ما حد يقول لن أروي الحديث. تفهميني ولا لا؟ إذن هذا اسم اتفاق على أنه يسمى كافرا، ولكن الخلاف في حقيقة كفره.
هل هو اكبر ولا ايه؟ يبقى ده اسمه اتفاق على الايه؟ على التسميه. طب نسمع كده كلام الدارمي، ائمه سنه كبار عشان الناس اللي عندها اوهام. قال الدارمي في سننه: روى حديث جابر قال: جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الشرك او بين الكفر الا ترك الصلاه. قال ابو محمد اللي هو مين؟ الدارمي عليه رحمه الله: العبد اذا تركها من غير عذر ولا عله لابد من ان يقال به كفر ولم يوصف الكفر. يعني في احاديث الكفر وصف فقيل ايه؟ كفار، لا اما انه لا تكفر بالله ولكن تكفرنا الايه؟ العشير. يبقى ده فسر ولا وصف ولا لم يوصف؟ لا ترجعوا بعدي كفارا ها يضرب بعضكم ها اعناق بعض. يبقى هنا في احاديث الكفر قيد وصف بين، لكن في هذا الحديث ايه؟ سكت عنه. فالدارمي بيقول اللي احنا نقدر نقول به كفر ادبا مع الحديث، لكن اي نوع هو؟ عايز يقول سكت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فالناس التي تظن ان هناك اجماع وينقلون هذا الكلام وشيخ الاسلام، لا، شيخ الاسلام لا يكفر تارك الصلاه، واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل كل هذا ظاهره في عدم التكفير. ولذلك لا ريب والله من يتامل احاديث الشفاعه يجزم بعدم كفر ترك الصلاه، لان عندما ينتهي شفعه الملائكه شفعه النبي في النهايه المؤمنون لما يشفعوا ويقال لهم على مرات: من وجدتم في قلب مثقال دينار من ايمان فاخرجوه، من وجدتم من وجدتم، حتى يقال لهم اذهبوا من وجدتم في قلب مثقال ذره من ايمان فاخرجوه، بعدين اذهبوا من وجدتم في قلبي ادنى من مثقال ذره. يعني لا اريد ان اكثر، هذه في دروس التوحيد شرحناها بالتفصيل، ادنى ادنى من مثقال ذره من ايمان فاخرجوه، فيخرجون ثم يخرجون لحد الرابعه ادنى 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 من مثقال ذره، حتى يقولون: يا ربي لم نذر فيها خير. فيقول الله: شفعت الملائكة وشفع النبيون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين. فيخرج قوما قد عادوا حمما لم يعملوا خيرا قط. ولذلك الأحاديث واضحة جدا أن هؤلاء الرواية قد عادوا حمما، غير المصلين، إن الله حرم على النار ها أن تأكل إيه؟ مواطن السجود، لكن دول تفحموا تماما، ما فيش مواطن سجود ها لم تحرق لأنهم ما كانوش بيسجدوا. ولذلك الحديث لما تحط الروايات ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يقول: يا رب إذن لي في من قال لا اله الا الله، بعد ما عمالين يطلعوا يطلعوا يطلعوا، فيطلب النبي صلى الله عليه وسلم اخراج من قال الكلمه وكان موحدا لم يعبد، يعني لم يشرك بالله عز وجل. فقال الله، يقول الله له كما في صحيح مسلم: ليس هذا لك، ولكن عزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. ولذلك الأحاديث واضحة: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبي مثقال ذر، لم يقل يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وعمل كذا وصل، بل الحديث: هؤلاء الجهنميون عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ليس في الحديث نفي الإيمان، ولكن في الحديث نفي الايه؟ العمل، العمل الصالح. وهذا في الحقيقه واجب في الايمان وليس ركنا فيه. فتارك العمل عاص ولكنه ليس كافرا. واضح؟ بالاضافه الى ادله كثيره جدا جدا استدل بها حتى المجد بن تيميه في المنتقى، جد بن تيميه. ولذلك جماهير اهل العلم من المتأخرين من أصحاب المذاهب الأربعة على عدم تكفير تارك الصلاة، بل بعض الحنابلة كابن بطة رحمه الله وغيرهم أنكر أن يكون في المذهب رواية التكفير، وإن كان لا هي موجودة، وإن كانت عندهم مقيدة على المشهور أنه لابد أن يدعوه الإمام أو إيه أو نائبه. فيعني التجديد في مثل هذه المسائل ودعوى الإجماع ودعوى أن المخالف مرجئ أو غير هذا كله كلام في الحقيقة ما أنزل الله به من سلطان، بل هو مبتدع. عندما تقول المخالف مرجئ، إذا أنت وصفت مالكا والشافعي وكثيرين، يعني عندك عمر بن عبد العزيز لا يكفر ترك الصلاة، الزهري لا يكفر ترك الصلاة، ناس كثيرين من السلف من التابعين ومن بعدهم
لا يكفرون تارك الصلاة. عندما يقول من لا يكفر تارك الصلاة فهو مبتدع مرجئ، فأنت الذي ابتدعت واخترعت، بل ظاهر الأدلة معه، والله تعالى أعلى وأعلم. وظاهر القرآن قد يشير إلى هذا من بعيد، وهو أن أصل الإيمان قول اللسان وأصل أعمال القلوب، أما أعمال الجوارح فهي من واجبه وليس من أصله. قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين: من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وكأنه لو آمنت قلوبهم لكانوا قد نجوا، والله تعالى أعلى وأعلم. لكن عموما ربما يكون في هذا الاستدلال شيء من البعد، ولكن الأحاديث التي ذكرتها واضحة جدا، واضحة جدا. يخرج من النار من قال لا إله في قلبه مثقال ذرة من إيمان، والأحاديث الأخرى ولم يعمل خيرا قط. قال عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا دليل على عدم التكفير. بل هم طبعا يقولون لا، الروايات فيها من لم يحافظ عليهن، بس في روايات فيها أكثر، فيها من لم يأتي بهن، وليس فقط مجرد عدم المحافظة. المعاصرون اشتهر بينهم قول ليس بقول منضبط، مع جلالة من قاله أحيانا، وإن كان يشترك فيه في القول به أهل العلم وبعض أهل البدع يقولونه من المعاصرين. هذا قاله العلامة الشيخ العسيمين رحمه الله: أن تارك الصلاة لا يكفر، لا أنا أتكلم عن شيء، أن ترك الصلاة لا يكفر إلا إذا تركها، ليس صلاة، ولكن تركها بحيث أنه يقال عنه تارك للصلاة. هذا فقهيا غير منضبط. يعني هو لما قال متى يكفر، لن نقول يكفر بترك الصلاة، ولكن تارك الصلاة. طب لو كان يصلي الجمعة هل يدخل في الكلام أم لا يدخل؟ ولو كان يصلي العيد هل يدخل ولا لا يدخل؟ فلذلك مسألة أنه يتركها كلية كده بدون ضابط لا يقول به أحد. وشيخ الإسلام البعض فهم منه في بعض المواطن هذا، لكن من تأمل كلامه وجده يتكلم عن العرض على السيف، أنه يظل يتركها حتى يموت، أي حتى يعرض على السيف فيصر ويقتل ولا يصلي. ولذلك هنا كان واضح جدا في كلامه عن المرأة التي كانت لا تصلي وتزوجها زوجها وكان مهرها ثقيلا عليه، فلو طلقها لعجز ربما عن الصداق، فلامه وعنفه، وفي النهاية قال له أن ينوي، أن يوسع الله عليه أن يسرحها سراحا جميلا وأن يعطيها حقها. وهذا طبعا بلا شك تصريح بعدم كفرها. طبعا أطلت ذيل الكلام في هذه المسألة عن عمد، لأننا في الحقيقة نعاني من أقوال محدثة كثيرة ويعني تهجمات على أهل العلم للأسف الشديد. قال: من تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين، لأنه مكذب لله ورسوله ولإجماع الأمة، وأركانها 14 لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. قال: وأركانها 14 لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. طيب، صراحة مذهب الحنابلة مذهب رائع في الصلاة، أنهم قسموا الصلاة أو قسموا أفعال الصلاة وأقوالها إلى ثلاثة أقسام: أركان وواجبات وسنن أو مستحبات. هذه القسمة ممتازة. لماذا؟ لأننا سنجد أن هناك أشياء تاركها قيل له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وهناك أشياء تركت وسجد لها النبي صلى الله عليه وسلم للسهو، وهناك أشياء تركها عامدا ولم يسجد للسهو.
يبقى في أشياء سنقول لصاحبة ارجع فصلي، ولن نسأله سهوا تركت، جهلا تركت، عمدا تركت، لا، تركت أعد. والدليل على هذا حديث المسيء في صلاته، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجل يصلي قال له ارجع فصلي فإنك، ثم صلى فقال ارجع فصلي، ثم قال في النهاية والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا علمني، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الأصل نوافقهم، والتفصيل ربما نخالف. يعني إيه؟ الأصل إن هناك أركان، صح؟ يقال بتركة ارجع فصلي فإنك إيه، ولكن سنكتفي في الأركان بحديث المسيء، ليس كما فعلوا. لماذا؟ هم ذكروا أركان خارج حديث المسيء. قلنا لهم لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علمه الأركان التي لم يكن يعلمها، وهناك أركان كان يعلمها فإيه، وهذا يجعل المسألة لا يمكن أن تنضبط، لأنه ممكن كل واحد يقول ده ركن ولا مشكلة، ها تفهمني ولا لا؟ إنها لم ترد فين، ولكن هنا مشكلة كبيرة، وهي أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، معايا ولا لا؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له أنت لم تعلم كذا وكذا، بل قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم كذا ثم كذا. ظل النبي صلى الله عليه وسلم يشرح له ها كيفية الصلاة، ما علم وما إيه وما لم يعلم. ولذلك دعوة، ادعاء دعوة أنه علمه ها ما يجهل، هناك أشياء يعلمها ها لم يعلمه إياها، لا دليل عليه. ولذلك لضبط المسألة فعلا سنكتفي في الأركان بما ورد في الحديث. ارجع فصلي فإنك لم ها تصل. إلا إذا كان ورد في الحديث أشياء وأجمعت الأمة على أنها ليست ها ركنا، واضح؟ يبقى علمه شيء من الواجبات إضافي أو شيء، واضح؟ لكن الأصل أن هذا علم، بل النبي صلى الله عليه وسلم ما علموش الواجبات كلها، لأن الرجل لا يستوعب كل مرة واحدة، واضح؟ فلذلك علمه ما لا يسقط أبدا، لكن الواجبات تسقط إيه؟ جهلا، وتسقط إيه؟ سهوا، سهوا نجد للسهو. ولذلك واجبات لم يعلمه إياه صلى الله عليه وسلم، لكن كل الأركان إيه؟ علمه إياه. يبقى إذن الأصل في معرفة الأركان ماذا سيكون؟ حديث المسيء. لكن الواجبات الأصل معرفتها من أفعاله صلى الله عليه وسلم. لذلك ستجد الحنابلة كثيرين ما يستدلون بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وابن حجر نفسه في فتح الباري بيقول أن في كثير من الواجبات كثير من الفقهاء أثبتها بهذا الحديث، صلوا كما رأيتموني. ليه؟ لأن هذا يدل على أن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم أنها إيه؟ واجبة، ده الأصل، إلا لما يأتي إجماع ها أو دليل صارف عن الإيه؟ عن الوجوب لكونها إيه؟ سنة. الباقي بقى يبقى إيه؟ سنن. ودليله النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يظهر في السر ويسمعه من الآية في الظهر والعصر، مع أن السنة كانت الإيه؟ الإصرار، ورغم ذلك يتعمد ويسمعهم ولا يزول لسه. يبقى عندي دي سنن وتعمد تركها، يبقى التقسيمة بقت سهلة، ركن ها واجب ها مستحب. قال وأركانها 14، لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. أحدها القيام في الفرض على القادر منتصبا، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، وقال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. حقيقة الدليل الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسيء إذا قمت إلى الصلاة فكبر. إذا قمت يبقى لابد أن نصلي قائمة، يبقى الدليل على القيام ورود فين؟ ها في حديثه المسيء في صلاته، والله تعالى أعلى وأعلم. قال فإن وقف منحنيا أو مائلا حيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح.
يبقى هنا لو انحنى ما هو القدر الذي يسقط به الفرض ويتم، وما هو القدر الذي معه نقول إن الصلاة إذا لا إيه لا تصح. قال أن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح. يبقى هذا ننظر للانحناء هل يسمى قائما أم لا، واضح؟ وهذا ربما إذا كان شأنه إلى الركوع أقرب منه إلى الإيه؟ إلى القيام. لكن هو جعلها أمر عرفي، ماذا يسميه الناس قائم أو غير قائم. لو سموه قائما فقد قام، واضح ولا لا؟ لو سموه غير قائم يبقى إذن لا يصح هذا. قال لأنه لم يأتي بالقيام المفروض، ولا يضر خفض رأسه كهيئة الإطراق، أن يعمل كده ما هو واقف في النهاية. وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر ويجزئ في ظاهر كلامه، يعني هذا في الحقيقة مخالف للهدي النبوي أنه يقف على رجل واحدة يضع رجل فوق ليه، يجوز مع طول القيام أنه يعمل إيه؟ يراوح بين قدمي. الثاني تكبيرة الإحرام، وهذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم للمسيء كما سنرى، وهي الله أكبر لا يجزئه غيرها، وعليه عوام أهل العلم قالوا في المغني. ويريد أن يرد على أبي حنيفة الذي قال أن الصلاة تصح بكل لفظ يفيد التعظيم، كقولك الله أعظم، الله أجل، أنتم معايا ولا لا؟ الله كبير، وهكذا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بص قال لقوله في حديث المسيء إذا قمت إلى الصلاة ها فكبر، كذا استدلال صائب تماما. وفيه في هذه الجزئية ركنان، قمت ركن، كبر ركن، صح؟ صح. الشافعي قال الله الأكبر، ولكن لا أريد أن أتعرض لهذا لأن الأصل التكبير معروف. قال وقوله صلى الله عليه وسلم وقال تحريم التكبير وتحليل التسليم رواه أبو داود، هذا لا يفيد الركنية. احنا عايزين الركنية منين؟ ها حديث المسيء. يقولها قائما فإن ابتدأها أي التكبيرة أو أتمها غير قائم صحت نفلا لما تقدم، واضح؟ يبقى هو إيه؟ كبر ولكن إيه؟ ليس بإيه؟ بقائم. ما الصلاة التي تصح قعود؟ النافل. عشان كده العلماء عندهم في القواعد إن التصحيح أولى من الإبطال طالما أمكن التصحيح على أي وجه. إزاي؟ كيف ذلك؟ هم يقولون إذا دخل في الصلاة نوى شيئين، نوى لا الصلاة والفرضية، فإذا بطلت كونها فرضا لم تبطل كونها إيه؟ صلاة. يعني طالما أمكن إحنا نصح، على فكرة أكثر أهل العلم على ذلك، طالما ينفع نصحح بطريقة صححنا، فعلى الأقل هو استعجل فكبر إيه وهو غير واقف، تمام؟ فهنا نصححها له إيه؟ نفلا، مش هنلغي النيتين، هنضيع نية الإيه؟ الفرضية، ويبقى أنه نفل إيه؟ مطلق، صح؟ تفهمتوني ولا لا؟ بارك الله فيكم. وتنعقد إن مد اللام الله، لا إن مد همزة الله هيقول الله، إذن هو يستفهم، صح؟ أو همزة أكبر، أكبر أيضا بمعنى الإيه؟ الاستفهام. أو قال أكبر، هذا يقولون أكبر جمع كبر وهو الطبل، يبقى كده المعنى إيه؟ يبقى قد أحال المعنى. أو الأكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ فكبر، والمعروف أن هي إيه؟ الله أكبر. عبادة، العبادات ما ينفعش نقول إن دي معناهم واحد، لا، العبادات مدارها على التوقيف. قال لمخالفته الأحاديث، والجهر بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. الله المستعان، الله المستعان. يظهر هنا جليا انحراف مذهب الأشاعرة، آسف، يظهر لنا جليا انحراف، لأنه فاعل يعني، يظهر لنا جليا هنا انحراف مذهب الأشاعرة، لأن الأشاعرة من جملة بدعهم وضلالهم وانحرافهم قولهم بالكلام النفسي، واضح؟
ان الله عز وجل يتكلم كلاما ايه نفسيا بلا حرف وصوت، كما ما الذي سمعه موسى اذن، وكيف اذا كان كلاما نفسيا؟ ولماذا قال الله وناديناه؟ والنداء لا يكون الا بصوت، وكما قال البخاري في باب في كتابه خلق افعال العباد ان الله ينادي بصوت يوم القيامه يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، قال فهذا ليس صوت احد من المخلوقين، لا يشبه غيره سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. المهم الأشاعرة قالوا بالكلام الايه النفسي، طبعا هذا كلام باطل. لماذا؟ لان الكلام النفسي لو قلنا به هنا اذن ستصح الصلاة وان لم يتلفظ بشيء، يعني الله اكبر سيستحضرها ويغلق فمه ان شاء، واضح كده كلام، والفاتح كل ده هيبقى ايه تكلم ونطق. لذلك العلماء بيقولوا كلامهم يعني باطل. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به، يبقى إذن صار حديث النفس غير الايه غير الكلام. أما استدلالهم بأشياء مقيدة أو أشياء يعني كعادة يعني أهل البدع، المعنى المقيد غير المطلق. يعني سيدنا عمر لما قال فزورت في نفسي كلاما، هو لو ما قالش في نفسي كنا فهمنا انه ايه كلام، لكن عشان يفهمنا انه ما اتكلمش قال فين في نفسي. فالكلام بالقيد غير الكلام بدون ايه بدون قيد، والله المستعان. طبعا لو ظللنا نذكر ها اوجه بطلان هذا يعني لا طال بنا يعني الامر جدا جدا، وهناك مؤلفات كبيره في هذا، ويلزمهم اشياء صعبه في الحقيقه، يلزمهم بناء على هذا اشياء صعبه جدا جدا بناء على الكلام النفسي. المهم فهنا الفقهاء مذهبين، المذهب الاول مذهب الاكثر انه لابد يسمع نفسه، يسمع ايه نفسه، وبعض يعني اكثر المالكيه وزي اختار ابن تيميه لا يشترط ان يسمع نفسه بل يحرك لسانه، لازم ينطق. البعض يقول النطق حده الادنى بدل الاكثر، حده الادنى ان هو ايه زي اللي هنا، والبعض يقول لا النطق حده الادنى تحريك اللسان. اما عند الجميع لو وقف هكذا ولم يحرك لسانه واكتفى بأن يمر الآيات أو الأذكار على نفسه أو على قلبه فهو عند الجميع لم يتكلم ولم ينطق ولم يصلي. وهنا فقهاء الأشعرية يناقضون مبدأهم، واضح. المهم تعال نقول يعني حبيت أشيل كده، قال والجهر به وبكل ركن واجب بقدر ما يسمع نفسه فرض، فرض ده يعني بدون كده صلاته لا تصح، لأن فرض بمعنى ركن، يعني لازم يسمع نفسه عشان صلاته إيه؟ تصح، بس بشرط الأركان، أنتوا معايا ولا لأ؟ يبقى لو ما جابش الإسماع ما جابش الركن، لو في ركن فيه لفظ زي الإيه؟ التكبيرة، زي الإيه؟ الفاتحة، أنتوا معايا ولا لأ؟ قال لأنه لا يعد آتيا بذلك بدون صوت، آتيا من لو ما يعني عشان يتكلم لازم إيه؟ صوت، والصوت ما يسمع وأقرب السامعين إليه إيه؟ لا ابن تيمية بيقول لا لابد أن ينطق، والنطق ها لابد فيه من تحريك اللسان. طبعا هنا هيبقى فيه من باب الاحتياط فقط، والله تعالى أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر ونكمل بعد قليل إن شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.